تشرفنا بزيارة الدكتور سمير الجعجع بمعراب مع السادة الزملاء النواب. موضوعنا كان البحث بإعادة تشغيل مطالق الإيعاد. لمسنا كل إيجابية وكل دعم وكل إذا بدكم الشراكة بهالمشروع المهم، وخاصة على منطقة الشمال وعكالة عم بتعاني كتير من الحرمين. أكد الحكيم مع السادة النواب على أهمية تحفيز كل المرافق الاقتصادية بالبلد، وخاصة مناطق الشمال بشكل أساسي، لبور المنطقة الاقتصادية الخاصة والمطار بشكل أساسي، لأنه في حاجة وطنية، حاجة اقتصادية، وحاجة تنموية للشمال. وبيكمل على عمل مطار بيروت من كل النواحي. نحن بدنا نشكر الحكيم والزملاء النواب على إيجابيتهم، على تبنيهم، نحن وياهم شراكة. وأنا بأكد بكل صراحة كل الكتل اللي شفناها كان عندها كتير من الإيجابية تجاه الموضوع، وإن شاء الله هلأ بدنا نفوت بمرحلة تنفيذية ووضع خطط وآلية عمل المتابعة من ناحية الإدارية واللوجستية، وإن شاء الله بالأيام أو بالمدى القصير بيكون في تشغيل له. ساعتك الوطن كله بحرمان، الوطن من سنة عم بعيش حرمان انتخاب رئيس الجمهورية. شو عم تعملوا اليوم لانتخاب رئيس؟ يعني شفنا منقسمين على بعضكم حتى بالتكتل في انقسام بالموقف. شو عم تعملوا اليوم؟ انقسام طبيعي. اليوم عندك انتخاب، والانتخاب هيدا انتقاء وهيدا عمل ديمقراطي، كل واحد عنده رأي. بعد يعني اذا عم تسألني عن انتخاب الرئاسي، بده وقت. هذا لبنان منو اول انتخاب بيصير، وفي تفاعل، في نقاش، في حوار، في دول عم بتساعد، في تواصل مع الكل. نحن تكتلنا تكتل تقريبا على وسط، بالوسط بناخد اذا بدك الموقف حسب الموضوع وفي حينه. بموضوع انتخابات الرئاسي نحن حددنا المواصفات، سلمناها للموفد الفرنسي مثل كل الناس، ونحن مع المشجعين لحضور الجلسات والانتخاب تحت سقف البرلمان. يعني مش لحوار؟ يعني انتو تفضلون انتخاب الرئيس مش حوار؟ لا اكيد، نحن اعلننا موقفنا انه منفضل الحوار، لانه رئيس الجمهورية لازم يكون او اصلا النظام انتخابه بده عدد كبير، بده عدد توافق 86، بالتالي بيقتضي شبه توافق عام عليه. لا، نحن مع الحوار، مع النقاش، وجلستنا اليوم كمان نحن بمعرب نتناقش ونتحاور حول الموضوع، واستفدنا كتير بهالجلسة. بالتالي كيف اذا كانت على مساحات اوسع وعلى مواضيع اجمل. هلا التجارب السابقة في البعض اعتبر منها او عنده خلاصات معينة، نحن شايفين انه يمكن النقاش او التواصل ثنائي ثلاثي رباعي بجلسه عامه، اي اليه تواصل ممكن تساعد بتقريب وجهات النظر. يعني حضرتكم رايحين على الحوار اذا دعي له الرئيس بالرئيس؟ اكيد. ما عم بتقول انه اعلناها هذه، ما بقى عم بتقولوا انه التواصل الثنائي والثلاثي ما بيمنع يكون برايك هيدا مش مفيد اكثر من جلسه فضفاضه حواريه؟ بدنا نشوف، بس نفوت على الجلسة ونشوف، يمكن ما نطلع بنتيجة، يمكن نطلع بنتيجة، بس ما فينا نسكر باب حدا عم بيقول تعال قعد انا وياك، وخاصة تحت سقف البرلمان. بدي ارجع انا وياك لموضوع المطار. المطار الجديد هل قادرين تضبطوه ما يصير كمان مكان للتهريب، ولا اللي عم بيصير بمطار بيروت اليوم يسيطر عليه حزب معين مثل ما عم بيسيطر ببيروت حزب معين على المطار؟ هلا في دولة، إذا بده يكون في مطار بده يكون في أجهزة أمنية، في دولة عضو لجنة الأشغال النيابية. طيب احنا عم تابع كل الأعمال قد ما فينا ضمن الهيبة الموجودة، عم بتابع موضوع عم بيصير، عم تابع ضمن الإمكانيات الموجودة. أنا ما فيني أتحمل، أنا ماني سلطة تنفيذية، أنا سلطة تشريعية رقابية، عم ننزل ونزور وين في مشكلة معينة عم نقول له 1 2 3. عم تتجاوب معك الدولة اللي عم تقول لك لك إمكانيات محدودة بصراحة، هيبة الدولة ضعيفة، العديد الدخل الأشخاص اللي عم يشتغلوا الأفراد قليل، بمحل معين بلحمة الحي عم يشتغلوا الأشخاص. هلا بتقلي ما في تهريب، بقول لك مبلا، بتقلي ما في ما لازم يكون أحسن من هيك، بقول لك مبلا، ما بده صيانة، ما بده شغل، ما بده إعادة إذا بدك يعني تحسين مكانته الدولية، بده يعني ما بتتخوف يكون مطار الإيعاد مثال لمطار بيروت؟ نحن بدنا إياه بأحسن ما يكون، وحنسعى يكون بأحسن ما يكون، والاتكال